عبد القادر اللي هو بيلعب اخر اخر 5 دقايق او اخر ربع ساعه سبع اهداف. نعم. وكان كهربا 11 عبد القادر ده لو يبطل ترقيص عايز يدخل بالكوره يرقص كل الفريق يدخل بيها الجول. حمدي فتحي حمدي فتحي ازاي تحول لهداف النادي الاهلي؟ حمدي فتحي ده كان مجرد احنا كنا بنقول عليه ان ده ترسانه في خط يعني دبابه في خط الوسط مع اليانج. نعم. هي في نقطة زعلانة لازم نتكلم فيها. فجأة لقينا حمدي فتحي بهداف الفرقة. يعني وده كام حمدي؟ حمدي فتحي 6 أهداف. ست أهداف. مين لاعب خط وسط مدافع يجيب 6 أهداف يعني في الدوري المصري؟ مفيش الكلام ده خالص، ومنهم أهداف في أفريقيا. فطبعا الراجل واضح. كولر. وفي نقطة زي ما أستاذ علاء والأستاذ أحمد اتفق معايا فيها، اللي كولر دلوقتي اختلف عن الفترات اللي قبل كده. يعني كنت بتتكلم في الجولة بتاعت سان داونز كان بيلعب جيم مفتوح، لا دلوقتي بقى يعرف يشتغل ازاي. هتلاقي الرجاء ماتش رجاء شغال الناس كلها تحت الكورة وعامل زون نص ملعب بيلعب على الهجمة المرتدة. الماتش الأخير برضك بيشتغل بشغل مميزات. فدي كلها مع الفترة الأولانية في بطولة أفريقيا بالذات بياخد الخبرات. أنا شايف كولر النهاردة الفترة ديت وصل لأعلى مرحلة مع اللعيبة في التجانس. بقى الموضوع ما عندكش مشكلة، بتطلع محمد هاني بتحط خالد عبد الفتاح في الحته دي ما تحسش بفرق. بتطلع عبد المنعم بتحط محمود متولي ورا ما عندكش مشكله. الريتم النادي الاهلي بقى اسرع، الخط الهجومي في النادي الاهلي بقى قوي جدا، بقى واحد زي مروان عطيه بقى من نجوم اللقاء، بقى من كل ماتش هو من نجم اللقاء. صحيح. الراجل بيشتغل في ريحه من محمد شوقي وحسن مصطفى. نعم. كان بيلعب في النادي الاهلي بيسلم بشغل كويس بس الراجل كمان راجل. وتاني حاجه يعني هو بنانه قوي مش قوي بس هو اشتراكاته عنده العزيمه وعنده القوه دي كانت ناقصه. دي روح النادي الاهلي. مش كنت معرفش يباصي مين؟ في واحد قال لك مش كنت معرفش يباصي. ما انت خلي بالك يا استاذ علاء واستاذ احمد، يعني عارف الموضوع ده. هو اللي بيتكلم دلوقتي هو بيتكلم مش بيطلع مش بيشوف اللي هو عايز يتطور او عايز ينجح، هو بيحاول يفشل الاخرين. بالظبط. فدي بالزبط. نقطه بالزبط. بتحاول تقلل. لا ده النادي الاهلي كبير بلعبته بجهازه الفني بادارته بجماهيره، فدي منظومه النادي الاهلي اللي فيها تطور بتطلع الاحسن على طول. ما ينفعش ان انا افضل ابص على اول التقليد بتاعي. ركز في شغلك عشان تنجح انت بس. هي النقطه بالاخرين. هي دي النقطة يعني الموجودة. نجح برنامجك ونجح مالكش علاقة بالتانيين بيعملوا ايه. بس انا حتى لما اجي اتكلم على نقطة الضعف بتاعتي وبعد كده اطورها. استاذ احمد. نعم. الفراغ صعب. الفراغ صعب طبعا. انت حضرتك دلوقتي في الفراغ ده وانت عندك فشل بتدور في الملفات القديمة فبتطلب مواضيع هايفة. مواضيع قتلت بحثا. نعم. الاهلي ما بيعرفش في الاسماعيلية. يعني تخيل حضرتك الموضوع ده بيتناقش بقاله 9 سنين. من 9 سنين بكل تيجي الزمالك يلعب الاسماعيلي والاهلي يلعب الاسماعيلي والاهلي يلعب الاسماعيلي. شوف فانا حتى والله كتبت قلت لهم يعني المواضيع الهايفه دي قطره بحثا. ابتكروا هاتونا موضوعات اكثر هيافه. يعني ايه مؤجلات الاهلي؟ الاهلي ما بيلعبش مؤجلات. الاهلي ما بيلعبش في الدوري ليه مؤجلات؟ ما طبيعي فرقه بتوصل نهائي دوري ابطال افريقيا. نعم. او قاب قوسين توصل لازم يكون ليها مؤجلات. نعم. يقول لك لا اصل صن داونز ملوش مؤجلات. نعم. انت ايه اللي شغلك الاهلي صن داونز؟ يعني هل انت مشغول قوي انك تدور صن داونز لعب كام مباراه والترجي لعب كام مباراه وداد لعب كام مباراه والاهلي لعب كام مباراه؟ انت ايه اللي يفيدك انك انت تطلع احصائيه زي كده احصائيه رقميه؟ طب ما انت وانت بتلعب في دوري ابطال افريقيا المره اللي وصلت فيها سنه 2016 كان عندك 7 مباريات مؤجله. انت الاهلي لعب 7 مباريات في الدوري، انت كنت تلعب مباراتين بس في الدوري. والنادي الاهلي ما قالش وقتها.